لكم بمعرضنا، معرض مؤسسة البراعم الخيرية. نحن حبينا من خلال هالمعرض هذا يكون نافذة إلنا من السجن الكبير اللي نحن عايشين فيه، من سجن الحصار من الغوطة الشرقية، نفتح نافذة على العالم، نخبرهم بس عن معاناة أطفالنا. اللغة المتعارف عليها بين كافة أنحاء العالم هي لغة الرسم، فبلكي المنظمات الحقوق الإنسان، منظمات حقوق الطفل بس يشوفوا رسومات أطفالنا اللي هن أكبر طفل فيهم عمره 10 سنوات بيتحركوا لنجدتهم. أطفالنا محرومين من كافة حقوقهم، حبوا أطفالنا يعبروا عن مشاعرهم، عن المأساة، عن الظلم، عن القهر اللي هن عايشين فيه من خلال هي الرسومات. ونحن واجبنا كمربيين نحن نعرضها، نحن نطالعها. حتى أنا في عندي أطفال بمدرستي بيقولوا لك أنه لو سمحتوا يعني هدول الداعمين، هدول المنظمات، بس فرجوا رسوماتنا، شوفوا قد نحن عم نتعذب. محمد نور، حابب أكون مهندس معماري عشان وقت أرجع على بلدي عمرة، لأن النظام السوري هدمه. كل واحد دم لا تبعه.